عبد المنعم بوصفيطة: تصريحات الوفاق ليس لها علاقة بالقادة الأفارقة بالقمة الإفريقية في غينيا. ونشطاء من مدينة طرابلس يدعون لعصيان مدني في العاصمة. أهلا بكم. وافق الحاكم العسكري درنا بن جواد على إقامة الاحتفال الطلابي في مدينة بنغازي في مجمع سليمان الضرات بمناسبة انطلاق الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2016-2017. وأكد الحاكم العسكري خلال اجتماعه مع اللجنة الفنية في الإدارة العامة للنشاط المدرسي في وزارة التعليم دعمه الكامل لإقامة هذا الاحتفال، وخاصة أنه يمس شريحة مهمة من المجتمع ألا وهي شريحة الشباب. الجدير بالذكر أن الاحتفال سيكون بإقامة عروض رياضية وجمل موسيقية استعراضية وألعاب الجمباز، وسيشارك في الاحتفال حوالي 700 طالب وطالبة من مدينة بنغازي وبمشاركة الأندية الرياضية ومفوضية الكشاف وشبيبة الهلال الأحمر. وقعت قبيلتا أولاد سليمان والجذاثفة اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة سبها بين أبناء القبيلتين بعد اشتباكات دامية امتدت لأسبوع وأوقعت عديد القتلى والجرحى. هذا وقع الاتفاق بحضور شيوخ وحكماء من عدة قبائل ليبية جاءوا إلى سبها من أجل إيقاف الاقتتال بين القبيلتين وحقن الدماء بالمدينة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الهمالي أحد أعيان مدينة سبها وعضو لجنة المصالحة في المدينة. سيد محمد أهلا بك. السلام عليكم. ضعنا في تفاصيل هذا الاتفاق الذي تم توقيعها بين قبيلة الجذاثفة وأولاد سليمان في سبها يقضي بوقف إطلاق النار. بالله لو سمحتي لي تصريح للصفة. نعم. أحد أعيان قبيلة الحطمان بالمنطقة الجنوبية. نعم. الشكر الجزيل لقناة ليبيا الحدث، وتحية طيبة لك أختي وللمشاهدين في هذا المساء. بخصوص الأحداث المؤسفة والمؤلمة للأسف بين الأشقاء أخوتنا الجذاثفة وأخوتنا أولاد سليمان بمدينة سبها. نعم. في البداية نترحم على جميع الضحايا والأرواح الطاهرة، وإن شاء الله ربي يعوضنا فيهم خير ونصل الشفاء العاجل للجرحى، وإن العين لا تدمع والقلب لا يحزن والمصاب والحدث جلل، ولا نقول إلا ما يرضي الله. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أيوة نعم. نعم، ضعنا في تفاصيل هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين قبيلة الجذاثفة وأولاد سليمان. طبعا كما تعلمون من في بخصوص هذه الاحداث، من اللحظات الاولى ومن الساعات الاولى تنافس اغلب وبدون مسميات اغلب الناس الطيبه والخيره من اهل الخير والاصلاح بالمنطقه الجنوبيه. نعم. تنادوا هؤلاء جميعا من اجل التهدئه ومحاوله تدارك الامر واحتواء الموقف لنزع فتير الازمه واخماد نار الفتنه بين الاخوه الاشقاء ووقف نزيف الدم بين اخوتنا اولاد سليمان واخوتنا الجذاثفه. نعم. وكللت هذه الجهود يوم أول أمس بالتوصل إلى وقف إطلاق النار والدخول في هدنة لمدة 3 أيام قابلة للتمديد. نعم. والجهود تبذل من جميع الناس الطيبة والخيرة، وهذه الجهود اجتماعية للضغط على الطرفين على التزام بتثبيت الهدنة. نعم. يعني هذا الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين القبيلتين لمدة 3 أيام فقط. نعم، هذا مبدئيا، وهذه الهدنة كما ذكرت قابلة للتمديد، كذلك الدخول إن شاء الله في خطوات أخرى. نعم. التي تقوم بها جهات الاقتصاد. هل سنقول إحدى هذه الخطوات هو توقيع ميثاق شرف يلزم أو يقضي بعدم تكرار هذه الاعتداءات؟ هذه في النهاية، لكن قبل بتكون في فتح الطرقات المغلقة. نعم. وممرات آمنة للخدمات الإنسانية وإخراج بعض العائلات العالقة ودخول الإسعاف والهلال الأحمر، وتم هذه الأشياء تم الاتفاق عليها. نعم.
هل تم الاتفاق على كل هذا، كل ما ذكرته؟ هذا من بدأ من أمس، من صباح أمس. نعم. دخول الهلال الأحمر والإسعافات وخروج بعض العائلات العالقة، والميثاق شرف إن شاء الله حي 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 من عمله خلال المدة القريبة القادمة إن شاء الله. ممكن. نعم. بعض الوقت. طيب سيد محمد، ما هي الأوضاع المعيشية في مدينة سبها بعد هذه الاشتباكات؟ والله خلال أو الأيام الأولى للاشتباكات، الثلاث أيام الأولى كانت الأوضاع الحقيقة مقلقة، وإغلاق المحلات والطرقات وتوقف إغلاق المؤسسات التعليمية والمرافق الخدمية. نعم. وأصبحت من الأمس واليوم بدأت. هل تم فتح المؤسسات التعليمية وعودة الطلاب إلى مدارسهم؟ ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله، من يوم الاحد ان شاء الله. نعم. من يوم الاحد. نعم. ولكن بنوع عليه بعض اللي فيه روحيان تحت بعض الاختراقات. نعم. 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 محمد الهمالي احد اعيان مدينة سبها، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة سبها. خطبت غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لرئاسة الأركان العامة رئيس لجنة إدارة شركة ميليتا للنفط والغاز بضرورة التعامل مع كاتبة الشهيد أنس الدباشي وتذليل كافة العوائق لهم لأداء عملهم على الوجه المطلوب. هذا وتم تكليف الكتيبة من طرف غرفة العمليات لتأمين وحماية مجمع ميليتا الصناعي التابع للشركة والطريق الساحلي الممتد من سبراتا شرقا وحتى زوارة غربا. تواصل الجهات الأمنية سواء جيش أو شرطة الليل بالنهار لبسط الأمن في مدينة جدابية وضواحيها بالإضافة للهلال النفطي. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تقوم الجهات الأمنية بمدينة جدابية على صعيد مؤسستي الجيش والشرطة بإجراءات أمنية حثيثة لتأمين المدينة من جميع مداخلها الشرقية والغربية والجنوبية، وذلك عن طريق الدوريات المتواصلة على مدار اليوم. وتبقى مدينة جدابية في ترقب دائم للجماعات الإرهابية التي دحرتها مؤخرا، إلا أنها على أهبة الاستعداد، وخاصة على المدخلين الغربي والجنوبي اللذان شهدا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والجماعات الإرهابية، وتجولت كاميرا ليبيا الحدث في المدينة وخاصة البوابة الجنوبية. هذا المكان اللي هي بوابة جنوبية لمدينة جدابية، مسافة 5 كيلو مدينة جدابية، وهو الخط الدفاعي الأول على مدينة جدابية. عندما أتوا الإرهابيين الحقيقة لمدينة جدابية لسرايا الدفاع عن بنغازي أو غيرها، فالحمد لله هذا كان خط دفاعي الأول على المدينة وما سيطرش عليها، وكانت مواجهات هنا وما من شهيد وما من جريح سقط في هذا المكان، والحمد لله قدرنا أن احنا ندافع عليها. أما عميد البلدية مبارك المنفي فقد قال إن الأمن في المدينة بنسبة 90% بعد طرد الجماعات الإرهابية، مضيفا أن ما يعيق عمل الجهات الرسمية بما فيها الأمنية والدعم المادي واللوجستي. بلدية جدابية ينقصها الدعم واجد، احنا جدابية من 2011 في كر وفر وحروب والحمد لله آمنة تو، لكن نطلب من جميع الجهات المسؤولة دعم بلدية جدابية بجميع أطيافها. وفيما يتعلق بالوضع العسكري في منطقة الهلال النفطي، فقد قال آمر المنطقة الوسطى أن قوات الجيش متجهزة لمواجهة أي غزو من قبل الميليشيات المسلحة، كما رد على تصريحات وزير الدفاع بحكومة الوفاق المرفوضة مهدي البرغثي أن كل من في الهلال النفطي أبناء الشعب الليبي من القوات المسلحة. والله طبعا أنا أنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا. الناس اللي موجودة الآن في الهلال النفطي هم ليبيون، أقحاح، عرب، جنود نظاميون أخر، ما مش حتى مثلا، فهذا الكلام ليس له أساس من الصحة. فالإجراءات الأمنية الحثيثة من الجيش والشرطة ببلدية جدابية وضواحيها بالإضافة إلى الهلال النفطي تعتبر صفعة لكل خائن لليبيا وللقوات المسلحة، بأن جدابية ومقدرات الليبيين في مأمن ومنأى من أي اعتداء برجال أمنها وجيشها.
قال مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الإفريقية والاتحاد الإفريقي السيد عبد المنعم بوصفيطة، قال إن ما صدر في بيان القمة الإفريقية العربية الرابعة في غينيا الاستوائية بإعلان دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني المرفوضة ومطالبة مجلس النواب بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق سخيرات، قال إنها تصريحات ليس لها أي علاقة بالقادة الأفارقة الذين جلهم لم يطلعوا على الاتفاق وما ورد فيه، مضيفا بوصفيطة أنه كان من الأجدر بالمجتمعين في غينيا مناقشة اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبل البرلمان والتسوية من الداخل الليبي، وهو الأهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد. قال عضو مجلس النواب ورئيس كتلة السيادة الوطنية خليفة الدغاري إن الاجتماع الذي عقد في جمهورية مصر العربية لمدة 3 ساعات والذي جمعه بالمبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر والفريق الكامل للبعثة كانت نتائجه مثمرة. وأضاف الدغاري في تصريحات صحفية أن لقاءه بكوبلر نتج عنه الاتفاق على فتح وثيقة الحوار السياسي وإعادة صياغتها من جديد، موضحا أن الآلية التي تم الاتفاق عليها تختلف عن الآلية السابقة. نحن فعلا عقدنا اجتماع في جمهورية مصر العربية مع المبعوث الأممي وفريق الكامل الأمم المبعوث اللي وصل إلى مصر. استغرق الاجتماع أكثر من 3 ساعات. الحقيقة الاجتماع كان مثمر جدا جدا. بعد جدل طويل وصلنا إلى اتفاق مع السيد كوبلر والبعثة الأممية إلى فتح وثيقة الحوار السياسي وإعادة صياغتها من جديد. الآلية التي تم الاتفاق عليها تختلف عن الآلية السابقة. اتفقنا على تشكيل اللجنة من طرفي الطرفي النزاع والخاصمة وكذا، اللي هم الأطراف الرئيسية، هو المؤتمر الوطني السابق ومجلس النواب. طبعا اقتراح السيد كوبلر يكون الأعضاء هذه اللجنة التي تعيد كتابة أو صياغة المتوقع الحوار السياسي تتكون من 15 عضوا، تكون مناصفة بين البرلمان وبين المؤتمر الوطني السابق. اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بهيئة مكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب الليبي بمدراء مكاتب الفروع بالهيئة، وتركز الاجتماع على بعض التوصيات في كيفية إدارة الاجتماعات وإعطاء تسكينات رسمية لموظفي المكاتب. يذكر أن الهيئة قد تم استحداثها في نهاية العام 2014، وذلك بتوصيات من جمعية الأمم المتحدة، حيث تمارس الهيئة أعمالها على نطاق موازي للجهات الرقابية المختصة. الاجتماع تمخض عنه واحد استعراض التقارير المعدة من مكاتب الفروع، 2 استعرض الصعوبات التي تواجه والمشاكل والصعوبات التي تواجه مكاتب الفروع، 3 تم تحديد مواعيد دورية للاجتماعات بين مكاتب الفروع. طبعا هذا الاجتماع يأتي في نطاق الاجتماعات الدورية التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد بين أعضاء مجلس الإدارة ومدراء المكاتب والفروع ومن مختلف مناطق ليبيا، يعني من الشرق والغرب والجنوب. يعتبر هذه الاجتماعات مهمة جدا في تناول التقارير الدورية التي تقوم بها المكاتب والعمل الذي يقومون به في سبيل مكافحة الفساد وسير عمل الهيئة. أطلق نشطاء من مدينة طرابلس دعوات لعصيان مدني كامل في كل المؤسسات الحكومية في العاصمة ابتداء من يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس من ذات الأسبوع، رافعين خلاله شعار شاركنا العصيان قبل أن تصبح بلادك صومال البحر الأبيض المتوسط. وقال الناشطون الداعون للعصيان عبر صفحتهم على الفيسبوك إن أهداف العصيان تتمثل في وضع حل جذري لمشكلة انعدام السيولة وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الدولار في العاصمة. أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني في طرابلس كتابا إلى مدراء مكاتب الهيئة بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، طالبت فيه بحظر عدد من الدعاة السلفيين من اعتلاء المنابر. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني في طرابلس كتابا إلى مدراء مكاتب الهيئة بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، طالبت فيه بحظر عدد من الدعاة السلفيين من اعتلاء المنابر وإلقاء الدروس بالمساجد. وضمت القائمة 12 اسما من أسماء الدعاة السلفيين. قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول قالت إن ما يسمى بهيئة الأوقاف قررت سحب الكتب الغير مرخص لها من قبلها من المساجد، فيما أكدت مصادر تابعة لأوقاف ترهونة أن القرار نص على حظر كتب عدة لدعاة سلفيين عرب من بينهم ربيع المدخلي ومحمد رسلان وغيرهم، وذلك بنص قرار أشار لحظر كتب المنهج السلفي. وأضافت قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول أن هذا القرار الذي أصدرته ما يسمى بهيئة الأوقاف جاء على خلفية مقتل نادر العمراني. المفتي المعزول الصادق الغرياني شن في حديث له بثته قناتي التناصح التابعة له وقناة النبأ التابعة لعبد الحكيم بالحاج هجوما حادا على السلفيين الذين وصفهم المفتي المعزول بموالاة معمر القذافي والعمالة لجهاز مخابرات دولة خليجية، وقال إنهم يتلقون منه الفتاوى وأوامر قتل العلماء وموالاة مجلس النواب في طبرق ومجرم الحرب خليفة حفتر، وذلك على حد تعبيره. وفي سياق متصل، نعى مجلس شورى بنغازي الإرهابي أنصار الشريعة سابقا في بيان له مقتل العمراني. وأوضح بيان شورى بنغازي الإرهابي أن قتل العمراني جاء بحسب البيان على أيدي الفئة الضالة الخبيثة من دعاة السلفية على حد تعبيرهم، ووصف البيان دعاة السلفية بالنبتة الخبيثة وأنهم مجرمون تربوا في أحضان الطواغيت وتتلاعب بهم أجهزة مخابرات العالم. تمكنت القوات المسلحة من القبض على مواطن فرنسي جنسية يقاتل مع الجماعات الإرهابية المتطرفة في المحور الغربي لمدينة بنغازي. ونشرت قناة M6 الإخبارية الفرنسية مقطع فيديو يظهر اعترافات الإرهابي وهو من أصل جزائري ويقيم في شرق فرنسا. ويعتبر هذا الإرهابي أول شخص من جنسية فرنسية يتم القبض عليها في ليبيا يقاتل مع الجماعات الإرهابية. يشار إلى أن قوات الجيش التونسي تمكنت من القبض على 2 من الرعايا الفرنسيين جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا، كانا يخططان لعبور الحدود ولتلقي التدريب في ليبيا قبل أن يتوجها إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم عن تنفيذ القوات الجوية الأمريكية 9 غارات جوية جديدة في مدينة سرت. هذا وكانت أفريكوم قد أعلنت عن تنفيذ مقاتلاتها ل13 غارة جوية يوم الاثنين على أهداف لتنظيم داعش في سرت. وبهذا يبلغ مجموع الغارات المنفذة 420 غارة جوية نفذتها القوات الجوية الأمريكية في إطار عملية برق الأوديسا منذ انطلاقها في الأول من شهر أغسطس الماضي. هذا وتحصلت قناة ليبيا الحدث على صور تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة جراء الاشتباكات الجارية فيها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأحوال المدنية تمنع التعامل مع أي قرارات تصدر عن حكومة الوفاق المرفوضة.
أهلا بكم من جديد. أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور رضا العوكلي قرارا بتكليف مدراء المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية بمهام التوقيع على المعاملات المالية. وأوضح القرار أنه يحق لمدراء المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية أن تتولى التوقيع على الصكوك والمعاملات المالية الخاصة بالمراكز كتوقيع ثاني بعد المراقب المالي. كما دعت وزارة الصحة كافة الوزارات والمؤسسات العامة بأن تحذو حذوها لتحديد الواجبات وفقا لمسؤوليات ومقتضيات الصالح العام. منع نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية راشد عبد القادر التعامل مع أي قرارات تصدر عن حكومة الوفاق المرفوضة ووزير الداخلية على وجه الخصوص. وجاء هذا المنع بناء على توجيهات من رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح. وأوضح راشد أن وزراء حكومة الوفاق المرفوضة لم يمنحوا الثقة من مجلس النواب ولم يؤدوا اليمين الدستورية أمامه، مشيرا إلى أنه كل من يخالف هذه التعليمات سيعاقب بموجب قانون العمل. هذا واستطلعت قناة ليبيا الحدث رأي الشارع الليبي في إجراء انتخابات مبكرة وعاجلة في ليبيا. لنتابع. انتخابات مبكرة، انتخابات متأخرة، المهم ينتشر الشعب الليبي من الوضع اللي هم فيه. حتى لو كان داروا مجلس جديد يعني والله هني يعني شنو بيدير لنا نحن؟ هذه اللي من وصولها نحن، حتى لو داروا مجلس جديد شنو داروا الاولين باش يجينا وحدين وحدخرين جدد شنو يديروا لنا يعني؟ عرفتوا؟ هذا هو كل المؤثر في الموضوع، عرفت؟ فهمت؟ نبوا ناس تخاف ربي فينا بس، عرفت؟ لكن كوننا مثلا نجاره اخرى ونصعدوا ناس اخرى ويحطوا ناس جديد اخرى وما دير لنا شيء وتقعد الحلقه مفقوده نفس الموضوع الاولي، هذا ما عمره صار منه بك الكلام هذايا، عرفت؟ اي واحد يحل المشكله، لان الشعب الليبي قاعد تشوف الموقف نتاعهم، حكيت الحليب اليوم ب4 جنيه بكره ب5 جنيه بعدها ب7 جنيه والدولار تو ب7 جنيه ممكن ماشي ل10 جنيه، فقاعد المواطن هو الضحيه بصدق بصراحه. وانت تشوفوا بالاسواق الحمد لله وكلكم ليبيين وكلكم تشوفوا الواقع، صح ولا صح؟ فانا يعني نشوف كيف ما تقول كيف النواب والمسؤولين هذول ما فيش واحد يحرك ساكن ليش؟ والله هو المجلس الان هو كويس يعني حد ما معقول، فهمت كيف؟ لك خايف تغير هذا زيد الطين بله. انتخابات جديده قصدك جدد وغيروهم؟ والله حتعب حتعب الشعب كتعب صدقني. مع التغيير ديما التغيير كويس خصوصا خذوا فرصتهم، وللاسف ما فيش نتائج على الارض. في البداية بس كانت البداية قوية وبعدين تسرب لهم الضعف والمصالح الشخصية والجهوية والقبلية، ففي البداية كنا متأملين فيهم خير يعني، لكن بعدها حتى كرر المأساة هذه فترة طويلة يعني نتعلم. انتخابات مبكرة. أما الآن إلى الجولة الاقتصادية.